أهلا بحضراتكم. طفرة كبيرة على مختلف الأصعدة يشهدها قطاع النقل والمواصلات خلال السنوات الأخيرة وخلال الأيام الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا صورة لمجمع عدلي منصور والذي سيكون عبارة عن محطات لوسائل المواصلات المختلفة. محطة عدلي منصور ليست مجرد محطة عادية، فهي تمثل مجمع محطات مقام على مساحة 15 فدان، ويعتبر الأكبر بالشرق الأوسط، ويتكون من 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائي وسكة حديد وأتوبيس ترددي وسوبر شات. الحقيقة أنه مجمع محطات عدلي منصور بيضم محطة بتمثل ربط 4 خطوط وسائل نقل كبرى بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي عبارة عن محطة مترو سطحية ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، ومحطة بتمثل أولى محطات مشروع وخط القطار الكهربائي الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كيلومتر، والمخطط افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بداية من العام المقبل. بيتضمن أيضا محطة بتمثل بداية محطات خط سكة حديد بيصل إلى السويس، والذي يجرى إعادة تأهيل وتطوير لمحطاته ومساره. حاليا بيتم افتتاحه مع المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي، كما أنه يشمل أولى محطات خط الأتوبيس الترددي المخطط إنشاؤه وتسييره ليربط مطار القاهرة، وبه أيضا موقف أو موقف سوبر جت ستنطلق منه خطوط أتوبيسات بتربط المحافظات المختلفة. من الضروري أيضا أننا نذكر حضراتكم أن وزارة النقل ممثلة بالتأكيد في الهيئة القومية للأنفاق، والتي تشرف وتتولى تنفيذ هذا المجمع من المحطات، انتهت من تنفيذ وتشغيل محطة مترو الأنفاق، وتم افتتاحه خلال افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو من قبل طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2020، كما يجرى حاليا إنهاء إنشاء باقي محطات مجمع المحطات مثل محطة القطار الكهربائي ومحطة السكة الحديد موقف السوبر جات، وأيضا تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها ويجرى إنهاء أعمال التشطيبات بتلك المحطات التبادلية من قبل تحالف من شركات المقاولات المصرية. الجدير بالذكر أيضا أن مجمع عدلي منصور سيكون الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو عبارة عن مجموعة محطات متلاصقة بتشمل محطة مترو الأنفاق وبتمثل نهاية الخط الثالث للمترو، ومحطة قطار كهربائي أيضا بتمثل أولى محطاته وأول محطة بخط الأتوبيسات الترددية الذي سينطلق إلى مطار القاهرة، بجانب محطة سكة حديد السويس وموقف سوبر جت. مع تشغيل مشروع القطار الكهربائي المتوقع بداية العام المقبل، سيتم افتتاح تاني محطات مجمع محطات عدلي منصور بعد محطة المترو الذي تم افتتاحها في أغسطس 2020، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ برنامج زمني مضغوط لإنهاء تنفيذ المحطات المتبقية بالمجمع ضمن خطوط مشروعات النقل المختلفة التي تربطها. أما عن خط سكة الحديد بعد التطوير، فسيخدم كافة التجمعات والمدن الجديدة الموجودة على طول امتداده، وليس سكان السويس فقط، حيث يمكن أيضا للعاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية استقلاله، وكذلك الركاب والمواطنين العاديين. وستكون محطة سكة حديد عدلي منصور هي يعني ابتدائية بالخط بدلا من محطة عين شمس ضمن مجموعة محطات عدلي منصور، حيث سيربط هذا الخط في محطة عدلي منصور بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان تنفيذه حاليا، وكذلك سيربط أيضا مع خط الأتوبيسات الترددية التي ستنطلق من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة. دي كانت كافة التفاصيل المتعلقة بمجمع عدلي منصور الذي يعني سينطلق، ومن الضروري أيضا أننا ننوه عن هذه الطفرة الحقيقية التي يشهدها قطاع النقل والمواصلات والطرق خلال السنوات الأخيرة. بتأكيد جهد جبار وحقيقي مبذول على أرض الواقع. بشكر حضراتكم طبعا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.